وهذا السالم يقول: ما معنى الصحيح لقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ المراد بالعلماء علماء الشرع الذين هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. هؤلاء هم العلماء إذا أطلقوا، علماء الشريعة الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى حق معرفته، ويعبدونه حق عبادته، ويعرفون أحكامه من الحلال والحرام وما يشرع وما يمنع. هؤلاء هم العلماء. أما أصحاب الصناعات والحرف، هؤلاء يقال لهم صناع، ويقال لهم أصحاب حرف، وإذا أطلق عليهم علماء لابد من تقييده: علماء الصناعة، علماء الهندسة، علماء كذا وكذا، ولا يقال العلماء. العلماء إذا أطلقت تنصرف إلى العلماء الذين قال الله جل وعلا فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. وهذا ثاني يقول: أحسن الله إليك. أكثر أصحاب الصناعات والحرف والمهن أكثرهم كفار لا يعرفون الله عز وجل، بل أكثرهم ملاحدة، فكيف يقال هؤلاء هم العلماء؟